عبد القسباجي، اهلا ومرحبا بك. ولا نسمي كيف ما كيسميوك يعني المتبعين ديالك الداودي الصغير. اول حاجه غتحدد لينا المشاركه ديالك في مهرجان جوهره في الدوره ديالو التاسع بمدينه جديده، والمنصه اللي غتكون فيها هي منصه ازمون ان شاء الله. اولا شكرا لك الاخ حمزه، وشكرا للطاقم ديال جريده اشواق. التجربه ديالي في فيستيفال جوهره طالونت عطاتني واحد الافاق اللي فتحت لي بيبان باش انني تعرفت على الجمهور، الجمهور عرفني، ولا الجمهور كيعرف الفنان داودي الصغير. بالنسبه للسؤال الثاني قلت لي انا مازال ما سولتش السؤال الثاني. يلا في الاول في يعني المشاركه ان شاء الله اليوم غادي تكون، يعني غادي تكون في نهارك اليوم. اليوم ان شاء الله حيت كيف ما كتعرف منصه ازمور كتعرف واحد الحضور اللي هو يعني كيعرف واحد الكشافه كبيره، يعني باش كتوعد الجمهور الزموري؟ غنوعدهم ان شاء الله بانها غتكون نايضه، ينتظروها نايضه 100% شعبي، ونتمنى نكون عند حسن ظنهم، لان الجمهور بالنسبه لي انا الجمهور كان عنده واحد الفضل كبير في هذا الشيء اللي وصلت ليه، وان شاء الله خاصو ينتظر مني الاحسن، وغتكون نايضه في نايضه 100% شعبي ان شاء الله. يعني كيف ما سولتك قبيله النجاح ديالك في مهرجان جوهره طنجة يعني في الدوره ديالو الثامنه، واش كانت واحد المواكبه يعني على طيله السنه حتى لهذا العام؟ بطبيعه الحال راه حنت ما يمكنش غادي تدي جوهره طالونت وغتريح، ضروري خاصها تكون واحد المواكبه، خاصك تخدم على راسك، خاصك تقلب على راسك، تشوف لي فيستيفال اخرين، تشوف بزاف د الحوايج باش يمكن انك تبني واحد الكارير ديالك اللي غيخليك انك تمشي مزيان في المشوار ديالك. هادشي علاش انا ما وقفتش غير على جوهره طالونت، حاولت نخدم في لي فيستيفال كثير، ماشي جوهره طالونت ونتسنى تنطلع فيستيفال جوهره، لا ريت بان خاصني نخدم في لي فيستيفال. كان عندي فيستيفال مولاي عبد الله في هاد النسخه، حتى كنتي حاضره الاخ حمزه، شتي السهره كيفاش دارت. كنت في لي فيستيفال ديال العيطاق في اسفي، كنت فيستيفال يعني كاينين في المهرجانات ولكن بالضبط ما كيكونوش على طيله السنه انما موسميه. حيت اللي بغينا نعرفوا يعني كان عبد الله قصباجي بين ليله وضحاها وعشيه وضحاها، يعني تسلطت عليك ادوار وليتي الداودي الصغير، واش المجال الفني فيه المحسوبيه والزبونيه على حساب التجربه البسيطه اللي دوزتي انت؟ حاليا انا باقي مستعطف نشوف هذا الواقع باش نحكم بان انا كاين كما قلتي المحسوبيه والزبونيه، باقي مستعطفش. انا اللي غنصطدم بهذا الواقع راني يعني شوف، راه ملي كيكون عندك وكيبغيك الجمهور وكتولي مفروض على بانك خاصك تطلع هنا وتطلع هنا وتطلع هنا، ما غتبقاش تفكر في المحسوبيه ولا الزبونيه. كيف ما بغض النظر كيف ما كان هاد لي فيستيفال، ملي كيبغيك الجمهور راه الجمهور هو اللي كيطلع الفنان هو اللي كيهبطو. يعني عبد الله من مصادر مقربه عرفنا ان عندك واحد الخلاف مع واحد الفنان اللي هو ابن مدينه الجديده، وبالضبط مولاي عبد الله هو ولد الطويل، عندك خلاف معاه، واش ممكن لك تبرر لنا الخلاف ديالك؟ لا حاليا انا ما عندي حتى شي خلاف معاه، والطويل بالعكس علاقتي معاه مزيانه بخير وعلى خير، تلاقينا هذا العام. كاين اخبار تروج يعني كاين واحد المنافسه فنيه بيناتهم؟ حاليا انا نقول لك واحد القضيه، انا الوحيد اللي ما عنديش شي خلاف مع اي فنان، لا خارج على الجديده لا في الجديده، علاقتي معاهم بخير وعلى خير. علاش؟ لانهم تما كيف ما كنقولوا انهم في الدومين، خاصك تكون علاقتك مع الوسط الفني بخير وعلى خير، باش انت ما تحاول ما تدخلش واحد الصراعات مع الفنانين، لانك الا دخلتي الصراعات غتبقى تما، والصراعات ما كتخليكش تزيد لقدام. بغينا رساله اخيره للجمهور ديالك وتسمعنا مقطع من الاغاني ديالك. ايوا اش نقول لك، الجمهور اليوم ينتظر ان شاء الله غتكون نايضه، وتكون نايضه ديال بصح 100% شعبي. بالنسبة للمقطع نقول لكم شي موال، وريوني ظهري فين يكون، ظهري فين يكون، خويا حمزة فين غادي.